بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل بقية الخصائص الموجودة في الستايل. كنا آخر حاجة وقفنا ليها كنا اتكلمنا في الأوباسيتي وكنا في البوردر، اتكلمنا في شوية حاجات كانوا كويسين وعملنا بيهم إيه، كنا بنطبق هنا خلاص. ممكن نعمل حاجة تاني جديدة ممكن نتعرف عليها اسمها البوزيشن. بص احنا عندنا حاجة اسمها بوزيشن، في منها أنواع. في حاجة نعرفها اسمها فيكسد. يعني ايه فيكسد؟ شوف انا قلت للهيدر اللي هو السكشن كله اللي هو فين، اللي هو اسمه الهيدر ده اللي احنا عاملينه تمام كده بكل اللي فيه، قلت له انت خليك البوزيشن بتاعك فيكسد. فيكسد يعني ثابت في الصفحه بتاعتنا، يعني مهما اعمل سكرول انت موجود. شوف انا مهما اعمل سكرول كده بيبدا يختفي. طب انا لما اعمل ريفريش ده بقى ثابت معايا اهو. طبعا ما فيش سكرول عشان الارتفاع قليل. نروح نعمل ايه، نروح للبادي كده نديه حاجه اسمها مينيمم هايت، اقل هايت تخليه موجود عندك في الصفحه 1000 بكسل عشان يبقى فيسك، واعمل ريفريش كده خلاص. فاحنا هنا اهو، انت انزل 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 مهما تنزل هي موجوده ايه، موجوده معاك. طبعا مش جاي لاخر ايه، لاخر الشاشه. تعالى هنا كده لايت مثلا، ادي له ويتس 100% خلاص، خليه ياخد ايه عرض الشاشه كلها. اعمل ريفريش تمام كده. بص كده مهما تنزل وتطلع هو موجود فين، خلاص موجود هنا فيكسد. كمان في حاجه عايزك تكون عارفها، في حاجة اسمها الزد اندكس. بص هنا عارف انت نظام اللايرز، الطبقات طبقة فوق طبقة بالظبط كده. انت لو عايز حاجة تيجي فوق التانية تدي الواحدة زد اندكس، دي زد اندكس. اللي عايزة تيجي فوق اديها زد اندكس اعلى. يعني هندي للليدر زد اندكس مثلا رقم كبير كده ما يكونش موجود خلاص، وانت لما تيجي تعمل ريفريش هتلاقيها جت فوق كده. بص كده عليها اهو تمام. طيب ممكن تعمل ايه؟ والله انا ممكن ادي دي بس سيد اندكس 5 واجي عند السلايدر. فين السلايدر بتاعي اهو، اعطيه مين كده زد اندكس مثلا 4 كده. مين اللي هيجي فوق كده؟ الهيدر عشان واخد زد اندكس اعلى. تعالى دلوقتي كده اعمل ريفريش خلاص بقى موجود اعلى منه، ده الزد اندكس. طبقات طبقه فوق طبقه فوق طبقه. طبعا تيجي تتكلم في اي تراك الويب كله، في طبعا عندنا ايه موقع دبليو 3 سكول. طبعا مش فاكر انا انبهت عنه ولا لا، من اهم المراجع اللي انت ممكن تمشي فيها خلاص في كل حاجه تخص الويب كله وانت ماشي. وانت يعني من الصعب ان انت تعرف كل حاجه موجوده فيه، ولكن انت بتاخد الحاجات اللي تمشيك تحطك على الطريق وتعرف تبني صفحات، ومع الوقت بتكتسب الخبره مع كثره الشغل، تتعلم ازاي تبحث عن الحاجه وتروح تجيبها وتركبها عندك وتشتغل تمام. في حاجه اسمها طبعا احنا لما قفلين الصفحه بتاعتنا هنا، فاكر احنا ساعه ما كنا حاطين فوتو هير صح؟ دلوقتي عملوا حاجه جميله اسمها الايكونز. لو جيت هنا كده في التوتوريالز الموجوده HTML CSS الحاجات دي كلها، كلر ستراب جايه في الطريق ان شاء الله. ما نيجي نتكلم عن الايكونز، ايقونات دي الاشكال دي انت بتستدعيها عندك وبتقدر تستخدمها مكان ان انت تقعد تجيب صوره وتقعد تحمل. الايكونز بتتعامل زي الفونتس بالظبط. فاحنا عندنا ثلاث مكتبات للايكون. المفروض ان انت بتعمل ايه، بتاخد اللينك بتاعك كده وتستدعيه عندك في الصفحه. يعني في اول حاجه ومكتبه ايكون اسمها فونت اوسم ايكونز خلاص، دي مكتبه اللي فيها الاشكال دي تقدر تستدعيها عندك، تقدر تديها كلر وفونت سايز كبر صغر فيها، تقدر تديها باك جراوند، تقدر تديها بوردر، تقدر تديها كل الحاجات دي. فانا مثلا عايز استخدم المكتبه دي، اللينك بتاعها الخاص بيها اهو خلاص او كده اسمه فونت اوسم خلاص. هاجي واخد اللينك ده كده كنترول سي واجي رايح على الصفحه بتاعتي. فين احنا بنحط لينكات الستايل؟ فين؟ هنا صح. هاجي هنا كده كنترول في كده انا استدعيت المكتبه. طيب المكتبه دي انا عايز اعرف الاشكال اللي فيها، اشوفها ازاي بقى، عايزين نعرفها. خلينا لو احنا نزلت، خلي بالك كمان فينا الفونت اوسم اهو، الحاجات الموجوده جواها اهو. انت عايز ايه؟ عايز تحط ايكون براند شار كرنسي، انا مثلا في فورم حاجات مثلا بستخدمها في الفورم مثلا اشهر حضور ايكون فورم اهو، هلاقي الايكونز موجوده اهي اللي انت ممكن تستخدمها. تكست ايكونز استخدمها في التكست اهو، تكست ايكون. طبعا انت بتختار منها اللي يناسبك خلاص. هتلاقي في حاجات كتير، يعني في حاجه اسمها جندر تقدر تقلب فيهم وتتفرج عليهم كلهم. خلينا احنا مثلا في ادي الهوم كده ممتاز، وهتنزل تحت خالص. طبعا في مكتبه تانية دي الفونت اوسم اول حاجه،
ازاي بقى بستدعي الاشكال بتاعتها عن طريق كده. بص كده بعمل تاج اسمه اي هنا كده، لما اجي مثلا في ال HTML خلاص، تعالى كده في السكاشن، احنا كنا حاطين ايمج صح، ادي الايمج اهي كده، خلينا نشيلها ونحط اي، تاج الاي العادي، اي اي من دول تديها كلاس، الكلاس ده تحط فيه الاسم ده، لو انت جيت هنا كده تحط فيه الاسم ده كده، ده كده الاسم بتاع الايكون ذات نفسه، ده هنعرفك كله دلوقتي. تقدر طبعا تكرر كده، تقدر تاخد الاسماء كلها في كده، دي هنا كده بيست خلاص، كمان تاخد تحت الكار دي كنترول سي وتزرعها هنا، شيل دي خالص كنترول في كنترول اس. دلوقتي احنا حفظنا، تعالى دلوقتي كده لما اجي في الشغل بتاعي اعمل ريفريش اقوم جوهم. طب قول ايه؟ ما انا خلاص استدعيتهم والله، عندي في الصفحه لو انت طلعت فوق انا استدعيت اللينك الخاص بيها. خلاص ممتاز، احنا كده عرفنا ازاي بنستدعيها. طبعا في مكتبات تانية، في مكتبه البوتستراب ايكونز خلاص، وفي كمان جوجل ايكونز بنفس الاسلوب برضو خلاص. انت بتعمل اي والكلاس بتحط الاسم بتاعك تحت الايكون. انا دلوقتي عايز اشوف الايكونز دي فين، تنزل تحت كده فيزيت ايكون ريفرنس، خلينا نشوف الايكون ريفرنس. وفي لو انت عايز الفونت اوسم بس، يعني انت لو رجعت كده، خلينا نرجع تاني، خلينا نجيب الفونت اوسم بس اللي احنا استدعيناها الريفرنس بتاعها، ادخل عليها كده ممتاز. هما فين بقى عايزين نتفرج عليهم؟ انزل انزل اللي بحطتهم هنا كلهم. ده كده بيشرح خلاص، خلينا نرجع تاني، خلينا نجيب الريفرنس الكبير خالص الله يكون كله بسم الله. هنا عمتي بص كده انزل، ده مين؟ ده الفونت اوسم اللي احنا استخدمناه اللي احنا استدعيناه صح؟ دي الايكونز بتاعته كلها، انت بتشوف الايكونز وبتاخد الاسم الخاص بيها اللي هو انت بتحطه جوه الكلاس خلاص ممتاز كله هنا. مثلا انا عجبني السهمين دول، اجي واخد ده كده كنترول سي واجي رايح تعالى عند السكشن التاني اللي هو فيه الايمج، احنا خلاص هنشيل الايمج ونحط تاج اي، الاي نديها كلاس ونحط اسم الكلاس بتاعي فيه كده كنترول اس، واجي رايح هنا في الماي بيج اعمل ريفريش اهو خلاص ممتاز. خليني اشيل الايمج دي كمان واحط هنا اي، والاي اديها مين؟ اديها كلاس، واجي هنا كده اهو، خلينا نقلب مثلا عجبتني الابل التفاح اخد الكلاس بتاعها، واجي هنا كده كنترول في كنترول اس. دلوقتي لما اروح هنا كده واعمل ريفريش هلاقي تفاحه جت اهي ممتاز. خلينا نحط التنسيقات عليها، خلينا نشوف. طبعا دي الاي دي موجوده في سيرفيس بلوك اللي هي مكان الايمج، لو انت جيت عند سيرفيس بلوك اهو في اتش 3 وفي كده مين، هي مش ايمج دلوقتي صح، هي مين؟ هي اي، تاج الاي دلوقتي ده تقدر تديله مين؟ فونت سايز، بتتعامل زي الفونتس بالظبط. فونت سايز كام مثلا عشان يوريك انها بتكبر؟ 30 بكسل كنترول اكس. تعالى دلوقتي اعمل ريفريش شوف الحجم، ولما اعمل ريفريش كبرت خلاص، خلينا نكبر كمان خليها 50، اعمل ريفريش ممتاز اهو. تقدر بقى تديها كل حاجه زي ما انت عايز، تقدر تديها كلر احمر كده كنترول اس، اعمل ريفريش لونها احمر. تقدر برضو تديها مارجن، لو انت جيت عاطي مثلا مارجن 10 بكسل 20 بكسل اهو في جميع الاتجاهات كده، يمشي في كل الاتجاهات، هسيب 10 هسيب 20 زي ما القيمه اللي انت بتديها ممتاز. دي كده اللي هي نسميها الايكونز خلاص ممتاز. في كنا اتكلمنا المره اللي فاتت ونسينا نكملها، اللي هي دي الاتش هوفر، ساعه ما قلنا احنا عملنا بوتومز فوق دي، دي كده صح اللي انت بتضغط عليها. طيب انا عايز لما هوفر، كلمة لما تهوفر يعني لما الماوس يجي عليها تعمل ايه؟ حط بقى التغيير اللي انت عايزه، والله لما يهوفر عليه اديله باك جراوند مختلفة غير الدرجة بتاعته، مثلا اسود كنترول اس. تعالى نشوف دلوقتي كده اعمل ريفريش، لما هوفر بالماوس بص كده اللي حصل، لاحظت؟ لما يهوفر بالماوس عليه اهو صح؟ تقدر برضو لما تهوفر عليه بالماوس حط كل التنسيقات اللي انت عايزها، ممكن نزود الويتس بتاعه، خلي الويتس بتاعه 400 بكسل، احنا عاطينه 200 ده كده يكبر خالص اهو بص كده، شوف لما بتوفر عليه ممتاز. برضو خلاص زود لي الهايت بالمره، خلي الهايت 50 بكسل طول اس وبص كده لما توفر. في طبعا في حاجه تانية اسمها لما تكليك، في برضو لو احنا كده ادي دوت ادي سلايدر هو بوتو، في اد كليك
لما تضغط عليه كل زي كنت قلت كده، وفي لما تفوكس، وفي حاجة اسمها لما فيزيتد كده فيزيتد. فبرضه بنفس الأسلوب تقدر إيه بتنقي اللي أنت محتاجه في شغلك وتحطه جواه التنسيقات، التنسيقات بتاعتك. خلاص الأمور بسيطة خالص. تقريبا دلوقتي احنا قلنا معظم الحاجات او الحاجات اللي تقدر تمسك في الستايل سي اس اس. دلوقتي لو احنا كده كده ده زي ما تقول كده ايه المرجع بتاعنا اللي احنا بندور فيه، حتى لو انت شغال تقعد تدور على حاجات فيه وتدور وتنقي منه وتشتغل منه. دلوقتي في لو انت جيت في الستايل كده اخترت الستايل، في حاجه اسمها سي اس اس ادفانسد، الحاجات دي اللي هي جت بيها السي اس 3. خلاص ان شاء الله تعالى هنبدا ايه نختار نشوف الحاجات اللي انت ممكن تستخدمها عندك. طبعا لازم انت تبحث وتدور، ولازم تقابل حاجات جديده ما شفتهاش تقعد تدور عليها وتسال ده وتسال ده، ومع الوقت انت بتكتسب الخبره. خلاص ان انت ما تقدرش تقعد ايه منهج صم تقعد تحفظه، لا انت بتاخد ايه البيزنس تحطك على اول الطريق وتبدا تنزل على الطريق تمشي. خلاص ومع الوقت انت بتكتسب وبتدور، وان شاء الله الامور بتبقى تمام. خلاص ان شاء الله تعالى المره الجايه نبدا ايه نبدأ نتفحص فيهم ونبدأ نعرض فيهم أهم الحاجات المناسبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.